المهم السلام عليكم، كنتمنى لكم تكون كلكم بخير وعلى خير. المهم اليوم فيديو جديد في بلاصه جديده مع يابو وحدي هاد الساعه. المهم اليوم ان شاء الله غندويو على واحد الموضوع اللي هو غنولي تداولو في لاباج ديالي ولا فلاشين ديالي خصوصا في اليوتيوب. غندويو هذه هي ولا هذا هو، اشنو هو المحتوى ديال هذه الفكره. هذه هو بالنسبه لشي يوتيوبر مغربيه، وهذا هو بالنسبه لشي يوتيوبر مغربي. يعني هذه هو الا قلت لكم هذه هو، يعني هذيك الفكره كنهضر ولا كتمحور الفكره ديالي على حساب وحده مغربيه كدير داكشي ديال اليوتيوب. المهم اول حاجه غندوي على وحده حيت بريمو تعرفت عليها شحال هذا، كتكون دازت على ديك عام ولا جبونس عام عام دازت على عام. كانت هذيك الدريه فلاشين ديالها ما يقارب 500 واحد فلاشين ديالها، يعني بان عندها 500 فقط فلاشين ديال اليوتيوب ديالها. كنت تعرفت عليها بالنسبه للفيديو ديالها، واحد القصه دارت ليا واحد الكومونتير، ولينا تعرفنا غير باغ يوتيوب صافي، من بعد فيسبوك الى اخره. الدريه دابا وصلت لما يقارب 170 الف مشترك تبارك الله، ولا 171 الف مشترك تبارك الله. هاد الدريه هادي سميتها وفاء بارداوس. هاد الدريه هادي تمحورات الفكره ديالها حول كيفاش ان الدريه تكون مجموعه ديال الاعمال، كيفاش انها تشري هادي، كيفاش انها تشري هادي. المحتوى ديالها ولا كيكون عنده واحد الاستقطاب بالنسبه لبزاف ديال الحوايج. بالنسبه للفكره الاولى اللي تطور اللي دخلت لها الباص ديالها، ولا الفكره اللي تمحورات حول هذاك الموضوع ديال القناه ديالها، هي انها كنهضر على الحوايج اللي كيديروا البول. يعني بان ديك الدريه هي من بين الدريات اللي كنعرفهم حق المعرفه بالنسبه ليوتيوب فقط وفيسبوك والتواصل فقط. دريه من بين الناس اللي متواضعين بزاف فريمو، ان دريه واخا انها دابا ولات فيموس بالنسبه للجانب ديال اليوتيوب، يعني بان ديك الصيله ديال التقارب والحوار مع الناس باقيه هي. يعني بان دريه هي دريه من الشعب، واخا ان الاب ديالها هو واحد ممثل امازيغي بامتياز من مدينه اكادير. يعني بان ما خلقاتش ليها القضيه ديال الفيموس بالنسبه للاب ديالها، لا كانت ديجا دايره وفاء شانيل. يعني بانها وصلت للباشين ديالها ما يقارب 5 ولا 10 يعني 10 رقمي عاد جو بونس بدلات السميه ديالها ديال لاشين ديالها. يعني بانها بدات ديجا غاب وفاء شانيل، يعني بانها واخا العلاقه ديال الاب ديالها يعتبر بانها بان الاب ديالها راه واحد الشخص اللي مشهور بالقنوات المغربيه كذلك الأمازيغية. يعني بأنها ما طمحتش أنها غادي تربح البوز على ظهر الأب ديالها. هذا اللي كيجعلني أنني خصني ضروري ندوي على الدرب. بريمو عندها مجموعة ديال الحوايج اللي هما زوينين بزاف، يعني بأن الفيديو ديالها ملي كنرجعو ليه من القدام كنلقاو بأنها كتلوح شي حاجة في المستوى، يعني بأن واحد الوقيتة كتلوح شي حاجة ديال العلم، بعض المرات شي حاجة اللي كدير البوز، شي حاجة اللي كتأثر بالنسبة للمجتمع المغربي الكل. يعني بأن هاد الدرية قلت علاش ندوي عليها. المهم الدريه سميتها وفاء بردوز من مدينه اكادير. المهم الدريه الميول ديالها والطموح ديالها هي انها تكون مشهوره بالجانب ديال اليوتيوب، وهذا ما حطرش عليها ولا الجانب ديال ان المحتويات حاليا ولاو كيمشيو غير الجانب ديال الفضائح. يعني بان الدريه مشات في المبتغى ديالها يعني مزيان، مشات في طريق مزيانه ما يقارب 171 الف مشترك. يعني انك تجمعها في عام راه صعيبه فريمون، ولكن الدريه وصلت للمحتوى ديالها. يعني شكون هي؟ هي وفاء برداوس، يعني بان لا فوتو ديالها هي هذه. وممكن انني ندرج مجموعه ديال الفيديوهات ديال الدريه ديال وفاء برداوس العافيه. وكنتمنى انني ما نكونش خرجت عن الموضوع العام والموضوع الخاص ديال القناه. المهم هذه وفاء برداوس من الشخصيات اللي فريمون مؤثرين بالنسبه للمجتمع ديال الويب ولا الواقع التواصل بصفه عامه. يعني بانها فاتت طموحها كتبغي توصل للحاجه ديالها، يعني بان حتى حاجه ما صعيباش بالنسبه ليوتيوب. يعني بان الافكار مادام عندك الافكار، مادام انك قريب من الله سبحانه وتعالى، مادام ان الغايه ديالك انت هو انك توصل لذاك الطموح ديالك، يعني بان اليوتيوب كيمهد لك مجموعه ديال الحوايج بالنسبه للحياه ديالك. ولكن الدريه تحطت في واحد الموقف اللي هو مزيان بزاف، حيت هي عنصر نسوي. حيت فريمون هذه الحاله ديال دابا واخا نقول عنصر نسوي، هي ما كتلعبش بداك الجانب اللي هو بين مزدوجتين الجانب ديال الفضائح الى اخره. لا هي متبعه طريق الله كيف ما كنشوفوا بالنسبه للصور ديالها اللي غتشوفوهم بالنسبه للفيسبوك او حتى الانستغرام حتى في الفيديو ديال اليوتيوب. يعني بان الدريه داخله سوق راسها كتبغي تهضر على شي حوايج اللي هما دايرين البوز،
ولكن حاليا ولات كتمحصفل بالنسبه للمواضيع ديالها. بعض المرات كدير دي فلوغ، كدير بعض المرات دي برانك، بعض المرات كدير شي حوايج بالنسبه لشوبين، يعني بان الدريه وصل للمبتغى ديالها. وكنتمنى ليها ان شاء الله بالنسبه للناس اللي كيديروا اليوتيوب، يعني بان الدريه من واحد ابوني باقي على من 500 ابوني ولات وصلت دابا ل 171 الف مشترك، يعني بانني بحد ذاتي انا ما باستطاعتي ان نوصل داك المبتغى ديالي ان شاء الله. وكنتمنى ان هذه الدريه توصل داكشي اللي بغات، وان شاء الله ان شاء الله كنتمنوا ليها انها توصل للمليون ابوني. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ييسر الامور ديال اي واحد بغى الخير لخوه، وكنتمنى انه يزول لينا ديك النقمه ديال اننا نكونوا كنحسدوا بعضياتنا ولا شي حاجه. الا شفتي هاد لا فيديو زاد هاد لا فيديو او وفاء بردوز، كنتمنى انك تكوني في احسن حال، كنتمنى انك تدوزي حياتك اللي هي حياتك الدراسيه وحياتك المهنيه وحياتك العائليه احسن حال. كنتمنى لاي واحد بدا الجانب ديال اليوتيوب انه يتعامل مع اليوتيوب بواحد الصيغه اللي هي ايجابيه باش نوصلوا للمبتغى.